بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هنكمل الجزء الثاني من شابتر الهيباتولوجي اللي هنتكلم فيه عن الفيرال هيباتيتس، وهنتكلم أخيرا عن الكونسيكونسز أو الكومبليكيشنز أوف كرونيك ليفر ديزيز في الآخر. طيب خلينا نبدأ أول حاجة بالفيرال هيباتيتس. احنا مجمعينها في الجدول اللي قدامنا ده. عندنا هيباتيتس A، E وB وD وC. هنتكلم من حيث التايب أوف ذا فيروس، هنتكلم من حيث روت اوف ترانسميشن، كلينيكال بيكتشر، سيرولوجي، هل الفيروس دوت ممكن يقلب كرونيك فهنتكلم على الكرونيسيتي، او ان هو يعمل اكيوت فالمنت هيباتيتس. هنتكلم من حيث الفاكسينيشن، مين ليه فاكسين ومين لا، او اخيرا التريتمنت والبريفنشن. طيب مبدئيا كده كل الفيروسز اللي قدامنا دول ار ان اي فيروس اكسبت ايه، اكسبت هيباتيتس بي فيروس، ده دي ان اي فيروس. تمام. طيب وهنلاحظ ان الهيباتيتس دي ده ديفكتيف ار ان اي فيروس. يعني ايه؟ يعني الهيباتيتس دي علشان يعمل انفكشن، علشان اصلا يقدر ان هو يعيش، محتاج الهيباتيتس بي يكون حصل، محتاج الهيباتيتس بي، محتاج وجود الهيباتيتس بي علشان يقدر يحصل ايه، ريبليكيشن للهيباتيتس دي فيروس. طيب بعد كده روت اوف ترانسميشن، اول اثنين فهم زي بعض، في اورال ترانسميشن عن طريق الكونتامينيتد فود او عن طريق الووتر كونتامينيشن، لكن الهيباتيتس بي والدي والسي الثلاثه زي بعض، فيرتيكال او هوريزونتال ترانسميشن. فيرتيكال ده معناه من الام للابن، وهوريزونتال ده من خلال الكونتاكتس او من خلال الفاميلي ممبر، وسكشوالي او بلاد ترانسميشن. هنزود معلومتين صغيرين. المعلومه الاولى ان الهيباتيتس سي الموست كومن روت اوف ترانسميشن هو الفيرتيكال ترانسميشن من الام لابنها اثناء الولاده، والهيباتيتس اي ممكن كمان يكون من ضمن الترانسميشن يكون عن طريق الايه، البلد. نيجي بعد كده الكلينيكال بيكتشر، كلهم زي بعض، كلهم بيعملوا هيباتيتس. تمام. فكلهم بيعملوا الكونديشن اللي هي اكيوت هيباتيتس بالمانيفستيشن بتاعتها، سواء رايت ابر كوادرنت بين او جوندس، او ان يكون في الليفيتد الليفر ترانس امينيزز، ولكن بديجريز مختلفه على حسب الفيروس. فخلينا نبدا اول حاجه بهيباتيتس ايه، ده ممكن يكون اسيمتوماتيك تماما، مفيش اي مشاكل، او يبقى فيه مايلد النسز مع ايه، شويه كوليستيزز اللي هي جوندس، دايركت جوندس وبلورايتس. الريكفري بيكون في خلال اسبوعين لاربع اسابيع. السيرولوجي اللي مهم اعرفه هيباتيتس ايه، مهم اعرف ان انا علشان ادايجنوز هيباتيتس ايه الاقي اديتكت الاميونوجلوبولين ام انتي بودي للهيباتيتس ايه فيروس. طيب الهيباتيتس ايه ده مايلد ديزيز، مايلد النس، فبالتالي مفيش كرونيسيتي، ما بيقلبش كرونيك، مفيش كرونيك ليفر ديزيز. والفالمنت هيباتيتس او الاكيوت سيفير هيباتيتس ده رير. تمام. فبالتالي هو زي ما قلنا ايه، مايلد النس. طيب نيجي بعد كده للفاكسينيشن، كلهم ليهم فاكسينيشن ما عدا هيباتيتس اي وما عدا هيباتيتس سي. بس نخلي بالنا ان الهيباتيتس دي فاكسين، هو مش فاكسين لهيباتيتس دي شخصيا، هو الفاكسين ضد هيباتيتس بي، فبالتالي لو انا منعت الهيباتيتس بي، هيباتيتس دي مش هيحصل. تمام. طيب بعد كده نيجي للهيباتيتس ايه، بالنسبه للتريتمنت فما فيش دايركت تريتمنت للهيباتيتس ايه، ولكن انا ممكن ان انا امنع الهيباتيتس ايه، او ان انا اعمل له بريفنشن من خلال اولا ان انا بطعم الناس من هيباتيتس ايه، او ان الكلوز كونتاكت اللي هم مصاحبين لشخص جاله هيباتيتس ايه، ان انا اديهم فاكسينيشن في خلال اسبوعين من الاونست اوف ذا ديزيز. طيب لو كان الكونتاكت دول هاي ريسك بيشنت، يعني عندهم اصلا كرونيك ليفر ديزيز لاي سبب كان بقى، انا ما اعرفش ايه السبب، بس هم عندهم مشاكل اصلا، فانا ممكن اديهم ايه، اديهم هيومن نورمال اميونوجلوبولينز. تمام. علشان ابريفنت، او ان انا امنع ان هم ممكن يخشوا في فالمنت هيباتيتس واحميهم من الهيباتيتس ايه. بعد كده نيجي للهيباتيتس اي فيروس، ده شبه برضه هيباتيتس اي زي ما قلنا، حتى في روت اوف ترانسميشن هو سبب في الكلينيكال بيكتشر ان هو السيلف ليميتنج النس. تمام. بسيط جدا، ما بيعملش زي ما قلنا كورونيسيتي، ان هو سيلف ليميتنج النس، لكن ممكن يبقى فيه، ممكن يعمل فالمنت هيباتيتس ان بريجننت وومن، البريجننت وومن مناعتها قليله، فبالتالي في ريسك ان يحصل ايه، فالمنت هيباتيتس، ملهوش فاكسينيشن ومفيش دايركت تريتمنت. طيب اجل الهيباتيتس بي شويه، خلينا نروح لهيباتيتس سي. الهيباتيتس سي هو بنقول هيباتيتس سي يبقى سي فور كورونيك، سي فور سيروزز، سي فور هيباتوسيلولار كارسينوما اتش سي سي. تمام. فبالتالي كلينيكال بيكتشر هو على طول مشهور الهيباتيتس سي بالايه، بان هو بيعمل سيروزز، وبالتالي لما نيجي للكورونيسلي هنقول طبعا ان هو بيبقى ايه، بيقلب كورونيك ليفر النس او كورونيك ليفر ديزيز، لكن مفيش فالمنت هيباتيتس او رير.
تمام. طيب الهيباتوسيرا كارسينوما اللي بتحصل بسبب الهيباتيتس سي دي بتحصل بسبب الكرونيك انفلاميشن وبسبب السيروزز، يعني لونج ستاندنج سيروزز هي الريسك فور هيباتيتس سي، سوري هيباتوسيرا كارسينوما، على عكس الهيباتيتس بي اللي هنيجي نتكلم من شويه كمان شويه هنقول ان هيباتيتس بي ده اصلا كارسينوجينيك، يعني مش شرط يحصل سيروزز علشان يقلب ايه، علشان يحصل هيباتوسيرا كارسينوما. طيب نيجي بعد كده للتريتمنت، الهيباتيتس سي فيروس ملهوش فاكسينيشن ولكن ليه دايركت تريتمنت، عندنا السوفوسبوفير مع الرايبوفايرين، ده كومباينيشن، في كومباينيشن تاني اللي هو الجليكابريفير مع البايب ريت سيفير، الاثنين دول برضو ليهم كيور ريت عالي ولكن الانديكيشن للتريتمنت بعد سن ال3 سنين، ليه مش قبل كده؟ لان قبل كده ممكن الاصابه بهيباتيتس سي ايه يخف لوحده، ممكن الطفل ده ريزولف سبونتينيوسلي من غير اي ايه ادويه، فالانديكيشن للتريتمنت بعد 3 سنين. بعد كده نيجي هيباتيتس بي، اتفقنا ان ده دي ان ايه فيروس وعرفنا ان الروت اوف ترانسميشن فيرتيكال او هوريزونتال سيكشوالي او عن طريق البلاد، الكلينيكال بيكتشر كذلك ممكن يكون اي سيمتوماتيك خالص او ممكن يقلب اكيوت هيباتيتس او في 30 ل 50% من الحالات يبقى كرونيك هيباتيتس و او كرونيك النس يعني، و10% من الحالات دي بتقلب بايه سيروسس، كمان ممكن تكون البرزنتيشن او ممكن ان الهيباتيتس بي فيروس يقلب ايه هيباتوسيل كارسينوما، ولكن نعرف ان زي ما قلنا من شويه ان الهيباتيتس بي فيروس ده كارسينوجينيك، بمعنى ان هو ذات نفسه بيتريجر ان يحصل هيباتوسيلولار كارسينوما من غير حصول السيروز، ملهاش علاقه بالسيروز زي الهيباتيتس سي. السيرولوجي بتاع الهيباتيتس بي مهم جدا، عندنا حاجه اسمها هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وانتي بودي، وجودهم دلاله على طول على انفكشن، ده دايجنوستيك تمام. طيب وجود الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بليفل عالي ده يدل على اون جوينج انفكتيفيتي، يعني ان هو دلوقتي في اكتيف ديزيز اكتيف انفكشن. طيب بعد كده عندنا الهيباتيتس بي اي انتيجين، اي دي دلاله على الانفكتيف، ان هو انفكتيف يعني ان هو معدي، ان هو معدي بكميات، ان هو دلوقتي الكونتاكت هيبقى فرصه ان يجي لهم عدوى من هيباتيتس بي عاليه، لكن لو لقينا هيباتيتس اي انتي بودي ده يدل ان الانفكتيفيتي ايه قليله، ولكن هي مش مكتوبه في الكتاب وانا ما كتبتهاش. بعد كده عندنا الانتي هيباتيتس بي كور، الانتي هيباتيتس بي كور اميونوجلوبولين ام ده يدل على الاكيوت انفكشن، وعموما اي اميونوجلوبولين ام ده يدل على ان في اكيوت ايه انفكشن، زي ما قلنا في هيباتيتس ايه ان لو لقينا الاميونوجلوبولين ام ده بيكونفيرم ان في ايه اكيوت انفكشن من هيباتيتس ايه. طيب يقلب كرونيك، اه يقلب كرونيك، يعمل فالمنت هيباتيتس، اه يعمل فالمنت هيباتيتس، ليه فاكسينيشن، اه ليه فاكسينيشن، والفاكسين بتاع الهيباتيتس بي ده ايه كومبولسري فاكسين بيتاخد لكل الاطفال بعد الولاده. نيجي بعد كده للتريتمنت، هو عكس الهيباتيتس سي، يعني الهيباتيتس سي كان ليه دايركت تريتمنت بس ملوش فاكسينيشن، لكن الهيباتيتس بي ملهوش دايركت تريتمنت ولكن ليه فاكسينيشن وبريفنشن. طيب هو كاتب في كتاب ان في محاولات من ان احنا ندي الانترفيرون او ندي ادويه زي الانتكافير او التينوفوفير للاطفال لاكثر من سنتين، ولكن ده مش افكتيف 100%، لكن هي ايه محاولات ان هي ممكن تحسن من الكونديشن، ولكن الاساس ان احنا بنطعم الاطفال من هيباتيتس بي بعد الولاده على طول. طب الريسك بيشنت بقى، او اللي هو ان احنا لو ام هي عندها مثلا هيباتيتس بي وبصينا لقينا ان هي عندها بوزيتيف سيرفيس انتيجين، ده يدل ان هي عندها دلوقتي انفكشن، فبالتالي بالاضافه ان احنا بنطعم الطفل كده كده بندي له اديشنال دوز للاطفال اللي هم مين اللي عندهم اللي مامتهم البوزيتيف سيرفيس انتيجين تمام، وبعد كده نعمل تشيك للليفل بتاع الانتي بودي لمده 12 بعد 12 شهر من التطعيم، لو لقينا ان الليفل اوف انتي بودي عاليه بكميات كافيه خلاص، لكن 5% من الحالات هتضطر ان احنا نديها فيرذر فاكسينيشن. طيب لو الام كانت بوزيتيف هيباتيتس بي اي انتيجين معناها الانفكتيفيتي بتاعتها عاليه، اذا معنى ذلك ان فرصه ان الطفل ده يكون اتعادى من هيباتيتس بي عاليه جدا، فبالتالي بندي الطفل ده اميونوجلوبولين جي ات بيرث تمام حمايه ليه. واخيرا كل الفاميلي ممبرز لازم نديهم ايه التطعيم. طيب ده كان الكلام عن الفيروسز، احنا بس نسينا هنا هيباتيتس دي، هيباتيتس دي ما فيهوش كلام كتير زي ما قلنا، هو ديفكتيف ار ان اي فيروس معتمد اعتماد كلي على وجود الهيباتيتس بي تمام. يا اما يجي الهيباتيتس دي ككو انفكشن، يعني هيباتيتس بي ودي في نفس الوقت اصابوا الشخص ده، او سوبر انفكشن يعني الشخص ده اصيب بهيباتيتس بي وبعديها بفتره اصيب بهيباتيتس دي تمام. ساعتها ايه الكلينيكال بيكشر، هي عباره عن اكسسربيشن للي بيعمله الهيباتيتس بي فيروس تمام، يعني ايه هيكمل عليه هيزود عليه حلو، فبالتالي كورونيستي يس، او ان يخش فالمنت هيباتيتس برضو ايه يس، واتفقنا ان احنا نحمي من هيباتيتس دي عن طريق ان احنا نطعم هيباتيتس
بي، وبالنسبه للتريتمنت مفيش دايركت تريتمنت. طيب هو كاتب لنا كده في جمله كده صغيره في الكتاب ممكن ما ناخدش بالنا منها، هي ايه هي الكلينيكال فيتشر اوف اكيوت فايرال هيباتيتس عموما. فبالتالي كلام يعني انشا ما فيهوش جديد، يعني نوزيا فوميتنج ابدومينال بين ليثرجي اند جوندس في 50 ل 70% من الحالات، ان يبقى في لارج تندر ليفر والليفيتد ترانس امنيزيس وده كلام منطقي، 30% ممكن يبقى عندهم سبلينوميجالي. ولكن نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الكواجيليشن از يوجوالي نورمال في الاكيوت فايرال هيباتيتس. ده ليه؟ لان ده اكيوت النس لسه ما حصلش كونسامشن او ديبليشن للاوريدي فورمد كلوتنج فاكتور، زائد زي ما بنقول ان هو اكيوت هو لسه ما دخلش في كرونيك ليفر فيلير، فبالتالي لسه الليفر قادر على تصنيع الكلوتنج فاكتور، وده مش هيأثر على الايه الكواجيليشن بتاعي. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها سيرو نيجاتيف او نون اي تو جي هيباتايتس. يعني ايه سيرو نيجاتيف هيباتايتس؟ يعني في بوزيتيف كلينيكال مانيفستيشن اوف هيباتايتس، يعني الشخص ده عنده مانيفستيشن بتاعه الاكيوت فايرال هيباتايتس، ولكن لما اجي اعمل لاب انفستيجيشن مش هلاقي اي دلالات على وجود هيباتايتس اي او بي او سي او دي او اي. تمام. فبالتالي ايه ده اسمه سيرو نيجاتيف هيباتايتس. سيرو نيجاتيف يعني ان اللاب انفستيجيشن بتاعتي بيت لي نيجاتيف ريزلت. امال ايه هم السيرو بوزيتيف اللي احنا لسه قايلينهم من شويه اللي هو A وبي وسي ودي واي. من الامثله على ذلك هو الابشتان بار فيروس، دوت نون هيباتوتروبيك فيروس. يعني ايه نون هيباتوتروبيك؟ هيباتوتروبيك يعني محب للليفر، ده نون بقى هيباتوتروبيك يعني مش طبيعي او مش هو داخل علشان يصيب الليفر. امال مين هم الهيباتوتروبيك اللي احنا لسه قايلينهم من شويه اللي هو A وبي وسي ودي واي. تمام. فبالتالي هو عباره عن فايرال انفكشن ممكن يخبط الليفر فيعمل ايه، فيبقى واحد من ضمن السيرو نيجاتيف هيباتايتس. بيقول لك ان هو مكتوب عليه في الكتاب كلمتين بالظبط، ان هو يوجوالي اسيمتوماتيك 40% من الحالات بيبقى معاها هيباتوسبينو ميجالي او ممكن يقلب كمان بفالمنت هيباتايتس، واقل من 5% معاهم اي جونز. يعني نسب مش مهمه قوي ولكن نعرفها للمعلومه. ده كان ببساطة الكلمتين اللي كانوا علينا في الفيرال هيباتايتس. تمام. نبدأ نخش دلوقتي علشان نليست الكومبليكيشنز بتاعة الكرونيك ليفر فيلير او الكرونيك ليفر ديزيز. هو مجمعها لنا في الصورة ديت واحدة واحدة كل المانيفستيشن، ولكن هنبص نلاقي ان في كام معلومة كده عايزين نركز عليهم او نقولهم في كل واحدة من المانيفستيشنز ديت، ناخدهم كده واحدة واحدة مع بعض. اشهر المانيفستيشنز على الاطلاق هي الجوندس والبوليستيز، وينتج عن الكوليستيزيس ديت مصايب سودا كتير، ولكن من ضمنها البلورايتس. البلورايتس دي حاجه مؤذيه جدا جدا للطفل. ليه؟ لان هو بيقعد يهرش بكميه شديده جدا لدرجه ان هو ممكن يقطع في جلده ويعور نفسه، فبالتالي لازم نعرف التريتمنت بتاعها. التريتمنت بتاع البلورايتس دي اول حاجه حاجتين جنرال، ان احنا نلبسه لبس خفيف افويدنج الاوفر هيتنج لان ده بيساعد ان يزود الهرش، وان انا اقصقص له ضوافره عشان ما يعورش نفسه، ان انا مسترايزنج ذا سكين وذ اموليانتس دوت ايه يخفف شويه من الايه من احساس الحكه او الهرش. بعد كده شويه ميديكيشنز، عندنا الفينوباربيتال. الفينوباربيتال ده بيستيميوليت البايل فلو وبالتالي يمنع الكوليستيزيس. عندنا الكوليسترامين ده عباره عن بايل سولت ريزن. يعني ايه بايل سولت ريزن؟ يعني بيكلبش في البايل سولت جوه الانتستين ويمنع الابزوربشن بتاعها في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فبالتالي يمنع او يقلل الاكيوميليشن بتاعت البايل سولت. بعد كده عندنا الاورس ديوكسيكوليك اسيد، ده بيسولوبلايز برضو البايل شبه الفينوباربيتال، بيحسن من الفلو بتاع البايل والسكريشن بتاعها. ريفامبسين ده انزيم انديوسرز وبالتالي بيكسر البايل بسرعه، زائد ان هو بيقلل من الهيباتيك ري ابتيك. اخيرا الاليال بايل اسيد ترانسبورتر انهبيتورز، ده اتكلمنا عنه في بارت 1 وقلنا ان ده بينهبت الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن او ري ابزوربشن بتاع البايل سولت وبالتالي يقلل الاكيوميليشن. تمام. طيب بعد كده عندنا خمسه مانيفستيشن او خمسه كومبليكيشنز مبنيين اصلا معظمهم على الكوليستيزز اللي لسه قايلين عليها من شويه. تمام. عندنا ابستاكسز، عندنا بريفرال نيوروباثي، راكتس، لوس اوف فات ستورز، وماسل ويستنج، وبروزنج اند بيتنج. ايه القصه؟ القصه ببساطه شديده، الاول هو فقدان الفات سوليبل فيتامينز اللي هي فيتامين كده كي واي واي ودي. طيب هم اسمهم فات سوليبل فيتامينز، يبقى بالتالي مهمين جدا عشان يحصل لهم ابزوربشن ان يكون في نورمال بايل سولت في الانتست، وبالتالي العيان الليفر فيلير ده عنده كوليستيزيس، وبالتالي بما ان في كوليستيزيس يبقى مش هيعرف يبقى في ابزوربشن للفات سوليبل فيتامينز. طيب فقدان فيتامين كي يؤدي الى بليدنج ديس اوردرز، فبالتالي في ابستاكسز وفي بروزنج وفي بيتك.
فقدان الفيتامين ايه يؤدي الى ريتينال تشينجز ونايت بلايندنس، مش مكتوبين هنا ولكن نعرفهم. فقدان الفيتامين اي يؤدي الى بريفرال نيوروباثي ويأثر على النورمال ديفلوبمنت بتاع البرين ويؤدي الى ديفلوبمنتال ديلي. واخيرا فقدان فيتامين دي يعمل لي ايه؟ يعمل لي ريكتس وفراكشر اللي هي ابنورماليتيز في البون اللي هي مكتوبه هنا. تمام؟ طيب بنقول فات سوليبل فيتامين، اذا الفات ده محتاج ان هو علشان يمتص محتاج وجود البايل اسيد او البايل سولت، فبالتالي نتيجه اخرى لفقدان البايل سولت او الكوليستيزز هي الفات مال ابزوربشن، وبالتالي فقدان امتصاص اللونج تشين فات. تمام؟ فده يؤدي الى لوس اوف فات ستورز سكندري تو ايه؟ تو مال نيوتريشن، لان مفيش امتصاص للفات. طيب الاطفال دول محتاجين نديهم سبيشاليزد فورمولا اللي هي ميديوم تشين ترايجلسرايد كونتيننج ميلك. الميديوم تشين ترايجلسرايد مش محتاجه البايل اسيد، هي مش محتاجه ان يكون وجود بايل اسيد عشان يحصل لها ايه؟ ابزوربشن. فاحنا لازم نعوضه بسبيشاليزد فورمولا علشان ما يجيلوش ايه؟ ما يحصلوش سكندري مال نيوتريشن. طيب كمان الطفل الكرونيك ليفر فيلير ده عرضه للبروتين مال نيوتريشن. ليه عرضه للبروتين مال نيوتريشن؟ اولا ده كرونيك ايلنس، فالطفل ده كده كده عنده انوركسيا، يعني ايه؟ مش ملوش نفس ياكل، مش عايز ياكل، فهو الانوركسيا دي تؤدي الى ان يبقى فيه بروتين مال نيوتريشن وفات مال نيوتريشن واي مال نيوتريشن تاني. تمام؟ طيب النقطه الثانيه ان اصلا انا ممكن كدكتور امنع عن الطفل ده البروتين، لان البروتين ريسك ان هي تدخله في انسيفالوباثي اللي هنعرفها كمان شويه. تمام؟ فبالتالي بيخش في بروتين مال نيوتريشن. بروتين مال نيوتريشن ده يعمل له ايه؟ يعمل له على طول ماسل ويستنج. طيب لو الانوركسيا دي كانت شديده جدا لدرجه ان الديلي ريكوايرمنت مش بعرف اديها للطفل هو ما بياكلش خالص، ساعتها ممكن اضطر الجا للنيزوجاستريك تيوب فيدنج او البارنترال نيوتريشن. تمام؟ طيب بعد كده نيجي زي ما قلنا هننتقل للانسفالوباثي. الانسفالوباثي دي عباره عن الدلاله على الاند ستيج ليفر ديزيز بيرسبتد باي جاسترو انتستاينال هيمورج سبسس سيداتيف رينال فيلير الكترولايت امبالانس او هاي بروتين انتيك اللي احنا لسه قايلين ان احنا ممكن نمنعه عن الطفل عشان نمنع الانسفالوكس. مجموع هذه الاشياء تدي في الاخر زياده الليفل اوف امونيا. الامونيا ديت واحده من الحاجات اللي بتطلع من هضم البروتينز. طيب الامونيا دي توكسيك كومباوند، بما ان الليفر اصلا مفالير فبالتالي مفيش ديتوكسيفيكيشن للامونيا، فالامونيا تعلى في الدم وتوصل للبرين تعمل لي الايه؟ الانسفالوباثي. لو هو انفنت البرزنتيشن بتاعته هتبقى غريبه، مش واضحه، مش بتدل على الاورجن، لان احنا كنا اتفقنا وكنا قلنا الكلام ده في فيديو النفرولوجي ان دايما الانفنتس المانيفستيشن مش بتدل على الاورجن اللي بايظ، بتبقى مانيفستيشن عامه، فهيجي لي بايرتابيلتي وسليبنس. تمام؟ طيب لو هو اولدر شويه، لو هو كبير لا هيبدا يبقى فيه بقى ابنورماليتي في المود، سليب ديس اوردر، انتلكشوال بيرفورمانس يبقى فيها مشكله، بيهافيورال ديستربنس، كل دي دلالات ان البرين فيه مشكله. تمام؟ طيب اعرف ازاي؟ هبص الاقي ان البلازما امونيا عاليه، ولو عملت للطفل ده اي اي جي هلاقيها ايه؟ ابنورمال. ايه العلاج؟ العلاج ان احنا بندي لاكتيولوز او ريفاكسيمين، الاثنين دول بيساعدوا ان هم يمنعوا الانسفالوباثي بطريقتين. الطريقه الاولى ان هم بيقللوا الكرونيك بي اتش، ده يفرق معايا في ايه؟ كل ما البي اتش زادت كل ما كانت الامونيا ككونسنتريشن وكتوكسيك افكت اعلى، فبالتالي لما اقلل البي اتش اقلل الامونيا كونسنتريشن وهقلل التوكسيستي بتاعتها، زائد ان هم بيقللوا لي الجت ترانزيت تايم. يعني ايه بيقلل لي الجت ترانزيت تايم او يعني ايه ترانزيت تايم؟ ده معناه الفتره اللي من اول لما حضرتك بتاكل لحد ما يحصل ايه؟ يحصل ديفيكيشن. تمام؟ فتره الهضم. كل ما الفتره دي زادت كل ما كان فرصه الابزوربشن للكونتنت جوه الانتستين زادت، وبالتالي كل ما الليفل اوف امونيا زاد، فبالتالي لما انا اقلل الترانزيت تايم ده هيقلل فرصه وجود الامونيا وغيرها من النيوترنت جوه الانتستين، وبالتالي تقلل لي الابزوربشن، فبالتالي لما انا اقللها هقلل ايه زي ما قلنا؟ الامونيا، فهمنع الايه؟ الانسفالوباثي. تمام؟ ده الاكشن بتاع اللاكتيولوز وريفاكسين. طيب بعد كده عندنا مانيفستيشن مهمه جدا جدا الا وهي الاسايتس. ايه الباثوفيزيولوجي اوف اسايتس؟ حاجات كتير من ضمنها ان في هايبو البومينيميا او لو بروتين، سواء الطفل ده ما بياكلش او سواء ان الليفر اصلا ما بيصنعش البومين، وبالتالي الانكوتيك بريشر بتاعي وقع، فبالتالي بقى فيه ايه؟ بقى فيه اسايتس او الصوديوم ريتنشن. ليه في صوديوم ريتنشن؟
لان في رينال امبيرمنت. وليه في رينال امبيرمنت؟ الرينال فيلير ده هنتكلم عنه في الاخر، وهو اصلا النون كوز، ولكن من ضمن الكوزز بتاعه الصوديوم ريتينشن ان بيحصل زي ما هنقول كمان شويه برضو، بيحصل ايه بسبب الليفر فيلير والليفر سيروزز؟ يحصل بورتال هايبر تنشن. بورتال هايبر تنشن ده معناه ان الريزيستنس بدات تعلى جدا، فيبدا يحصل يطلع فازو دايليتور ماتيريال علشان تعوض هذا الريزيستنس، فيزيد الايه يحصل سبلانكينج فازو دايليتيشن. سبلانكينج هي الفيسلز اللي حوالين الانتستين، تمام؟ لما يحصل سبلانكينج فازو دايليتيشن الدم كله يتشفت على المنطقه دي، فيحصل ديفيشنت او ريدكشن للارتريولر فوليوم السيستيميك. لما ده يقل الكدني تريسبوند ده بان في هايبوفوليميا، تمام؟ فتبدا تعمل سولت اند ووتر ريتنشن. سولت اند ووتر ريتنشن يحبس ميه اكتر فيزود الاسايتس اكتر واكتر، تمام؟ البورتال هايبر تنشن شخصيا ده لوكاليزنج فاكتور بيعمل اسايتس، لان في ريزيستنت عاليه في البورتال فين، وبالتالي اصلا ما فيش اونكوتيك بريشر، والهيدروستاتيك بريشر هيعلى في المنطقه دي لان البريشر على بسبب ان في بورتال هايبر تنشن، فده يبدا برضو يعمل اسايتس، وده هنعيده تاني لما نيجي نتكلم على البورتال هايبر تنشن. طيب الرينال امبيرمنت هنتكلم عنه في الاخر، هتلاقي بنقول لك ان في حاجه اسمها هيباتو رينال فيلير، هنتكلم عنها في الاخر برضو. طيب ايه العلاج؟ العلاج ان احنا اول حاجه فلويد ريستريكشن اند دايوريتكس، تمام؟ او في حاله الريفراكتي اسايتس بندي ممكن البومين او باراسيتيز. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام سنه اولى طب، يعني كلام في الهجايز، هو ده اللي عليك وانت تحمد ربنا، ولكن الاسايتس دي قصه كبيره جدا والتريتمنت بتاعها قصه كبيره جدا. الريفراكتي اسايتس ده ليها ديفينيشن، والباراسيتيز ده ليه انديكيشن، والالبومين دي في ارقام المفروض يعني تكون عارفها، ولكن هي مش عليك في الاطفال بشكل مفصل زي البطنه، فاحنا نحمد ربنا. طيب من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الاسايتس اللي ايه سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، ان يحصل ايه سوبر ادد بكتيريال انفكشن اللي هي اشهرها كانت الايكولاي، تمام؟ يجي بايه مانيفستيشن فيفر ابدومينال بين وتندرنس، تعرف على طول ان في ايه في اسايتس وفي سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، تمام؟ على طول هنعمل ايه ساعتها؟ هنعمل دايجنوستيك باراسيتيزيس، ان احنا ناخد العينه ديت من الاسيتيك فلويد ده ونبدا ان احنا نعمل لها كلشر ونشوف الوايت سيل كاونت، لو لقيته اكتر من 250 دايجنوستيك فور سبونتينيوس بكتيريال بروتوكس. والتريتمنت ليها هي البرود سبيكتروم انتيبيوتيك زي الايه زي السيفتراكسون. طيب تعالى بقى للبورتال هايبر تنشن والفاريسز. ادي الليفر سيروتيك، تمام؟ المفروض ان ده كده البورتال فين وده السبلينيك فين، تمام؟ طيب لما يبدا يحصل بورتال هايبر تنشن يبدا الريزيستنت هنا تزيد، فيبدا يحصل ريفليكشن ده على السبلين، فيبدا يحصل كونجيشن ومن ثم سبلينوميجالي. سبلينوميجالي ده يدخل السبلين في هايبر سبلينيزم، تمام؟ فبالتالي بورتال هايبر تنشن عمليه السبلينوميجالي وعمليه لي هايبر سبلينيزم، تمام؟ بسبب ايه اصلا؟ بسبب ان الليفر ده مفالير وسيروتيك، تمام؟ طيب زي ما قلنا من شويه وهنفتح مربع الاسايتس من جديد، وهنقول ان اللوكالاي ان البورتال فين بورتال هايبر تنشن ده لوكالايزنج فاكتور بسبب ان هو في ريزيستنت هنا عاليه، زاد الهيدروستاتيك بريشر، في نفس الوقت متفقين ان الانكوتيك بريشر قليل، فده ادى الى ايه؟ اسايتس. ده من ضمن اسباب الاسايتس. طيب في هنا كونجيشن وفي ريزيستنس، فيبدا يطلع فازو دايليتور وتبدا تفتح الايه؟ وتبدا تفتح الفيسلز اللي هي الطريق الاخر بقى، ان انا عايز اهرب الفين ده باي طريقه لان الدنيا هنا سكه مقفوله، فبالتالي ايه؟ يبدا يحصل الاسوفيجيال فاريسز اللي قدامنا دي، تمام؟ الفاريسز ويز بورتال هايبرتنشن. ففهمنا دلوقتي ان البورتال هايبرتنشن عمل سبلينوميجالي، عمل هايبر سبلينيزم، وعمل اسايتس، وعمل ايه؟ الفاريسز. طيب الفاريسز دي بقى عايزين نقول عليها كلمتين، الدياجنوز بتاعها عن طريق ايه؟ عن طريق الابر جي اي اندوسكوبي، ده الايه؟ البيست موداليتي. طيب الفاريسز ديت او الفيسلز اللي هي دايليتد ديت ضعيفه، فبالتالي ممكن ترابشر في اي وقت، فتعمل لي اكيوت بليدنج. اعالجه ازاي؟ ان انا اديله بلاد ترانسفيوجن واقفل الفيسلز دي باي طريقه، عن طريق الاوكتيريوتايد او الفازو بريس فازو كونستريكتورز، تمام؟ ممكن اعمل اندوسكوبيك باندلايجيشن او سكليروثيرابي، ده برضو ايه افكتيف. وبرضو الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام سنه اولى، تمام؟ يعني كلام كده على الماشي، كل واحده من الحاجات دي ليها تفاصيل ممله جدا، تمام؟ طيب في بقى حل للفاريسز دي، ان انا بعمل حاجه اسمها شنط، الشنط اللي هي ترانس جوجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط او التيبس، ان احنا دلوقتي الحته دي مقفوله، فبالتالي خلاص وصل الفين ده، وصل البورتال فين او البورتال سيستم بيه على طول بالجوجولار، تمام؟ دايركت كده، واعمل ايه؟ الغي الليفر، الغي انه يعدي على الليفر.
فده حل ممكن اقلل بيه الفاريسز، ولكن الحل ده اعمله في حاله ان الشخص ده خلاص كمان شويه انا بحضره علشان هيعمل ترانسبلانتيشن، لان ما ينفعش حد يعيش بالتبس دي، لان زي ما قلنا البورتال سيستم ده محمل بكل التوكسنز، المفروض بتروح للليفر عشان يحصل لها دي توكسيفيكيشن، اللي من ضمنها الحاجات ديت ايه؟ الامونيا. فبالتالي ان انا وصلت الامونيا دايركت بمين؟ بالبرين، فهيخش على طول في انسفالوباثي، انا لغيت الليفر ده خالص. فده برضه حل، بس ايه؟ حل مؤقت لحد ما اعمل له ايه؟ ترانسبلانتيشن. بعد كده الهيباتورينال فيلير، الهيباتورينال فيلير ده مثال واضح وصريح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني الكدني علشان لقت الليفر باظ فهي كمان بتبوظ، هو مش معروف السبب دايركت، هو مش معروف السبب دايركت، يعني في ايه؟ في ثيوريز بتتقال من ضمنها ان في هايبوفوليميا، وبالتالي الهايبوفوليميا ديت ممكن تعمل رينال تيوبلر اسيدوزز ونكروزز، من ضمنها الاقوال اللي بتقول ان الليفر سيروزز بيبقى مصاحب ليه رينال فاز كونستريكشن، وده برضو اللي بيعمل رينال امبيرمنت، ولكن مفيش سبب واضح وصريح بيقول ان الليفر سيروزز بيعمل كذا فبالتالي بيعمل رينال فيلير. هي فانكشنال شات داون، الليفر مات فبالتالي انا كمان هموت، تمام؟ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كل حاجه حاجه واحده باظت فكل اللي حواليه ايه؟ هيبوظ، تمام؟ لكن مفيش دايركت كوز يعمل رينال فيلير مع الليفر ايه؟ سيروس او الليفر فيلير. طيب بعد كده عندنا السبايدر نيفاي والبالمر اريثيما. البالمر اريثيما دي بسبب ان في استروجين ليفل عالي، لان الاستروجين مش لاقي اللي بيعمله ديتوكسيفيكيشن او اللي بيكسره اللي هو الليفر، فبيعلى في الدم فبيعمل بالمر اريثيما. السبايدر نيفاي دي بسبب الاكيوميليشن اوف فازو دايليتور ماتيريال، اللي اتفقنا ان هي بتطلع كرياكشن او كريسبونس من البورتال هايبرتنشن او انكريز البورتال سيستم ريزيستنس. طيب بعد كده عندنا الهايبوتونيا. الهايبوتونيا اسبابها كتير، اولا في ماسل ويستنج زي ما اتفقنا في الاول خالص ان في مال نيوتريشن ومال ابزوربشن وفي لو بروتين، فبالتالي في ماسل ويستنج. النيوروباثي اللي اتفقنا عليها برضو بتعمل هايبوتونيا، والاسايتس ذات نفسها تعمل ايه؟ تعمل تاثر على الابدومينال ماسلز، ده الاسايتس دي عباره عن كرونيك انكريز انترا ابدومينال بريشر، فبالتالي تعمل دايفيكيشن اوف ريكتاي، وده منظر او شكل من اشكال الايه؟ اللوس اوف تون او الهايبوتوني. نيجي بعد كده للكلابنج. الكلابنج ديت نتيجه اللونج بيريد اوف توكسيميا اند هايبوكسيا، وفي الاغلب الليفر ديزيز لوحده ما يعملش كلابنج، لازم سيروزز ومعاه اتليست وان اوف ذا فولوينج، اعرفهم كده ايه؟ هم مش مكتوبين في الكتاب بس انت اعرفهم كده للمعلوميه يعني. هيباتو بالمونري سندروم هايبوكسيا، تمام؟ يعني سيروزز زائد هيباتو بالمونري سندروم، او سيروزز زائد برايمري سكلروزنج كولانجيتس، او سيروزز زائد بالهاريزيا الانتستاينال بوليبوس. ديت كوزز تعمل كلابنج، مش مهم تفاصيل كل واحد، ولكن المعلومه اللي عايزين نطلع بيها ان الليفر دايركت، ليفر ديزيز دايركت ما يعملش كلابنج، لازم وجود معاه ديزيز اخر، تمام؟ طيب فدول كانوا كل الايه الكونسيكونسز او الكومبليكيشنز الناتجه عن الليفر فيلير. اشهرهم على الاطلاق والموست كومن هم مين؟ هم الجوندس والبليدنج ديس اوردرز والجروث فولترنج، دول الثلاث حاجات اللي هي الموست كومن برزنتيشن، تمام؟ طيب كده نبقى احنا ايه؟ الحمد لله خلصنا كلام عن شابتر الهيباتولوجي، اعتقد شابتر سهل جدا وبسيط ومش حاطين فيه اي تفاصيل يعني. اتمنى اكون وصلت لو جزء من المعلومه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.